ترجع دموعي تضم ونسيها الألم. يا ريت كان الوفا معك وفي وما طلع منك، كان الزمن حزني وقال لي ابعد عنك عنك. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صابوا الأعمال، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري، وانت منك جوا. مثل الأيام كنا أنا وأنت، بقلبك محلي وجوا قلبي أنت. وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحيل يرجع ويشوف عيونك. يا رايقني يا رايقني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا شنا قولي لي شو بيريحك؟ قولي لي شو بدك يعني؟ بيريحني انه نتجوز واحمل اسمك ونجيب ولاد اخوي لزينة ونعمل عائلة حلوة ونعيش كلنا مبسوطين. بعتذر شنا، بعتذر. أنا هلا ما عندي استعداد أتجوز. عندي فوت نام. عندي فئة الساعة 5 الصبح. بكفيني اليوم اتهامات ونظرات بشعة. Thank you.
بعتذر جنى، بعتذر اني حكيت بهي الطريقة. أنا متضايق ومكركب من جوا، يعني وفاة أمي ومشاكلي مع عائلتي ومية تفصيل وتفصيل، وفوق كل هدول أنت ووسام اليوم يعني تعاملتوا معي بطريقة كتير بشعة، حسستوني أني واحد واطي ركض ورا بنت صبية متعرف عليها من يومين. لا، ومين هاي البنت؟ خطيبة أخوكي يلي كمان ما شاء الله ما قصر بنوب تلطيش 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 عند الجماعة. ما عم بفهم شو ساويت. كل اللي ساويته أنه رحت إلا شكرا. ما بصير واحد يعمل جيست يعني؟ الحقيقة أنه ما حبيت اللي صار. بس أنا ما حكيت شي عن الموضوع. لا طبعا حكيتي، لما بتجي اليوم تحديدا بتحكيني عن الزواج والاستقرار والأمان بيكون السبب هو روحتي لعند تينا. بفهم أنا جنى، مو بس بفهم وحافظك عن غايب، بعرف من عيونك شو بدك تقولي، من صوتك، من نبرة صوتك بفهم شو بدك تقولي. إياد أنا بحبك كتير، ما في عيش بلك، ما بدي أخسرك. أنا بحبك كمان وأكيد ما بدي أخسرك، ولو جنى أنتي ضرورة بحياتي، أنتي ضرورة بكل تفاصيل حياتي. خلصنا بقى، خلصنا. أنا بحبك لأنه عقلك كبير. يلا روحي نامي بغرفتك مشان فيقك بكرة الصبح مشان زينة. تنام عندك، انت الصبح بتفيق بتظهر وانا بضل نايمه انا وزينه، مش هيك اريح؟ مش هيدا الاصول وهيك لازم يصير؟ انا كنت اقول لك نفس الشيء بس خفت تقولي لي لا. ما انا كل مشكلتي بالحياه اني ما بقدر اقول لك لا. جيب بيجامتي وجهي. فيقتك شي؟ بتخت بس ماني غافية عم بفكر. تينا أنا هلأ حكيت مع جنى واقتنعت إنه أنا رحت لعندك مشوار عادي عادي، يعني ما في شي زيارة، وهي رح تقنع وسام فلا تخافي أنتي. مش هيدا عم بفكر فيه، آخر همي هني، عم بفكر فيك أنت. بكرة بس أرجع من سوريا ما رح أقول لحدا أني رجعت، وبدي شوفك. إيه بدي أقضي أنا وياكي كل الليل مع بعض. سمعتي شو عم قلك تينا؟ بدي شوفك، فأنتي فضي حالك وكوني جاهزة. بتصدق أنه اشتقت لك كتير؟ أكيد بصدق، لأني اشتقت لك أكتر. خلص يلا روحي نامي بلا ما اجي هلا وخطفك. ولك انت شو عم تعملي فيني يا بنت؟ اذا من اول مره شفتك فيها وهيك عملتي فيني طيرتي لي عقلي، كيف لقدام؟ ما هيدا عم فكر فيه انا كمان، مش هيك ما عم بقدر نام. بكره بتقولي للكل انك مالك فاضيه بالليل وبتنطريني. اوكي انتبه على حالك، ترجع بالسلامه. باي. أنا رايح حبيبي، بدك شي؟
توصل بالسلامة حياتي. رح ترجع بالليل ما هيك؟ ايه حبيبي اكيد رح ارجع بالليل. الا اذا صار ما صار والطريق كان ما منيح، بتعرفي الوضع هونيك. رح نام وارجع بكره الصبح. اكيد اهم شيء تنتبه على حالك. رح اجرب انتبه على حالي. اذا صار ما صار. زينة اماني برقبتك ها؟ بلا هالحكي حبيبي. بعيد الشر عن قلبك. يلا اياد اوعى تنسى انه انا وزينة منموت فيك. وانا كمان. يلا باي. يو شبك لا من تمك ولا من كمك؟ شو ما قال لك السواق انه جابنا كلياتنا من الضيعه؟ والله قعدنا فوق بعضنا البعض مثل المكدوس. اتقرمت جنابنا. دق لي بس ما رديت عليه لانه كنت مشغول. لهيك ما عرفت. جايين نودع ام محمود، هي غاليه كثير على قلبنا. انا جاره اهلك وهيدي بنتي زهره. كانت ام محمود كثير تحبها وتعتبرها مثل بنتها، مثل بنت بنتها. شكرا، ان شاء الله مكافيكم بالافراح. اكيد اكيد بالافراح. يلا رح فوت حاكيهم مشان يخلوكم تشوفوها. مشان يخلوكم تشوفوها؟ شو الوقاحة هي؟ عم يتعامل معنا كأنه حشرات؟ كأنه اللي جوا أمه لحاله؟ له 20 سنة نسيانة، هلا أتذكر إنه عنده أم. خلص يا معلم، نحن هلا ما بدنا مشاكل. شو معك؟ معك حق عمتي، هلا ما بدنا مشاكل. يا لالي في بابيون. كاترينا بابيون. الظهر جالس لارا. الظهر يا بانشي. 1 2 3 4 5 6 7 8. يلا لا 10 بنات زنزون. رح فوت البس تيبي وارجع. ايه يلا بسرعة. يلا ارتاحوا شوي. هاي جنى كيفك؟ كل شيء منيح؟ كل شيء تمام. الساعة 4 بقطع باخذ زينة. ايه وإذا بتحب تخليها معي أنا برجع أكيد لا. خصوصي إنه بيا اليوم وعين الصبح بالتخت وقال لي انتبهي على البنت. أنا رايحة على الخطر والبنت أمان برقبتك إذا صار لي شيء. ايه لكن وقت اللي بنتك بتجي وبتلاقينا حاضرين وبتاخذيها. عظيم. وانت طمنيني عنك، ان شاء الله كل شيء تمام معك. ايه كل شيء تمام الحمد لله. مع انه وسام خبرنا انه صار في سوء تفاهم بيناتكم امبارح. افف لحقي خبرك من امبارح عشيه لهلا؟ بس ظهر من عندك دغري اتصل فيه وخبرني كل شيء. جنيت عليه قلت له ولو ما قلتك باياد معليه سامحيه. وسام ما بيعرف طبيعه علاقتنا انا واياد، ما بيعرف قد ايه علاقتنا متينه ومنحب بعض. شو بتريدي؟ علاقتك بإياد بتعنيكي إلك وحدك. أنا اللي زعلني من وسام إنه طلع ما بيعرف طبيعة علاقتنا أنا وياه. بصراحة هيدا اللي خلاني أزعل منه وهيدا اللي مخليني ما سامحه على اللي عمله.
صحيح ما بعرفك من زمان وتعرفت عليكي هلأ من كم يوم، بس وسام كان يخبرني قصصك، وصراحة بحترمك على كل اللي عملتي من قبل، مشان هيك بطلب منك إنك تفهميني وتقدري موقفي. أنا صراحة ما بحب أحكي بقصصي الخاصة لحدا، يعني حتى الماما وبابا ما بيعرفوا شيء، مشان هيك بتمنى عليك إنه قصصي الخاصة تعالجها أنا وبسام لحال. معك حق، بعتذر إني تدخلت بحياتك الخاصة. أنا مثلك ما بسمح لحدا يتدخل أو يتطاول على حياتي الخاصة. حياتي الخاصة ملكي أنا، خاصة أنا وإياد، منحب بعض ومغرومين ببعض. صحيح أنا وياه مش مجوزين على الورق، بس قريباً رح نتجوز رسمياً ونعمل عائلة. عقبالك أنت ووسام. سوري أخذت من وقت لميوزك، تبعي على زينة. ما تعتلي ها. سابح فادي مش بأوضته. مش بأوضته، وينه؟ ما بعرف، ظلمت البيت كله عليه ولقيته. قلتلي أنا أقولك وين راح. إيه بيكون راح يتمشى ويشتري له شوية أغراض. حيش خايفة أنت هيدي؟ كيف حش خايفة؟ كيف؟ بيني عصب مني كتير وزعل وخايفة، خايفة ما يقوم يعرف بحاله شيء. إيه وشو هالمصيبة هيدي؟ حكينا مع هالصب مصيبة ونسكتنا مصيبة. قلتلي أنا يلا روحي. يا اهلا اهلا، كنت فاكرك مش هتيجي. كنت ما بدي اجي بس رجعت جيت. وإيه اللي جابك يا حبيبي؟ ما عندي غير حل. اطلب لك حاجة تشربها، بس المرة دي بقى هطلب لك قهوة عشان أنت بقيت راجل. يا متر واحد قهوة هنا. شو هودي؟ هيدي سالي ببيتك؟ انت وياها بالتخت؟ هيدي تلميذتنا انا وياك يا دكتور. شو عم تعمل ببيتك وبتختك كمان؟ اجت لعندي وقالت لي اذا ما فتحت لي رح نام للصبح، بدي احكي معك بس خمس دقايق. فتحت لها وطلعت. ولك انتو شو؟ كلكم مثل بعض. قلي هلا بهاي العامله شو بتفرق عن نبيل؟ جانا بليز ما تهنيني بهالطريقه لو سمحتي. انت عم تطلب رايي وانا عم بعطيك رايي بصراحه صديقي. انت بتعرفي كثير منيح انه سالي الا فتره طويله عم تلاحقني بالجامعه وانا عم صدق. ولا يوم قبلتنا تحكي معي كلمه ولا انا حكيت معه ولا كلمه. هيدا كان بالجامعه. بس لما وصل الموضوع للتخت وللرومانسية ما قدرت تقاوم، تغنجت عليك شوي، سخسخت ووقعت. ما هيك يا دكتور يا شاطر؟ بلا هيك. صدقيني كانت غلطة. غلطة؟ بشرفك ما بقى تحكي، ما بقى صدق ولا كلمة من ولا رجال. جاي عمل لي حالك مشتاق لي ومش مصدق بتشوفني وانت كل الليل ما مع تلميذتك. بتعرف انه هيك علاقة محرم عليك؟ اكيد هي صورت وعم تبعت لك اياهم حتى تبتزك. انت بتعرف اذا قدمت صور على الجامعة شو بتعمل فيك؟ شو رح تعمل هلا؟ رح تضطر تظهر معها حتى ما تتشك عليك؟
كيف رح تخلص من هالوردة يا دكتور يا شاطر؟ انت ليش كده القدم تقسي علي؟ ليه كده القدم عصبة؟ أنا لو ما بعرف إنك مغرومة بإياد كنت قلت إنك غيراني علي. غيراني عليك؟ أكيد لا، أنا عم جرب ساعدك. ولا مش منتبه إنه عندك مشكلة كبيرة؟ ما تخافي علي، سالي أنا بعرف سيطر عليها وإنهي المشكلة بسرعة. كيف يعني؟ بتصاحبها؟ تعمل لها اللي بدها إياه؟ هذا النوع من النسوان أنا بعرف كيف أتعامل معه، بس النوع اللي مثلك لا عم بعرف أفهمه ولا عم بعرف أتعامل معه. خلص ما بقى بدي أحكي بهالموضوع. خبرني عن يزن، رح يجي على بيروت؟ شو رأيك هلأ نطلب الامتين لأني أنا مت من الجوع، بعدين بنحكي الموضوع أخي يزن. شو؟ مالك جوعانة؟ أوكي متر؟ مني لو سمحت. مش الحال يا جماعة، خلص عنا وقت من هون للمساء بين ما يروحوا ويرجعوا. شو بتحبوا نعمل؟ أنا بدي روح شوف رفقاتي، عندهم مسرحية هون بدي أحضرها، منه بدي غير جو. تروحي معي زهرة؟ أكيد لا، زهرة بتبقى معي هون. عبالي روح، خليني أبرم شوي ببيروت، مش مثل كأني عايش بهالبلد. عادي عادي، البصي هون، البصي لي. طيب يلا مو مشكلة، وين بدي أشوفكم؟ بالأوتيل، مطرح مو نازل، عمك وبنته ومقصوفة العمر يلي اللزقانة فيه مثل اللزقة البيطارية. وليش بدنا نروح على الأوتيل؟ بعدين أنتم منون جبتوا العنوان؟ أنا جبت العنوان، لا تاكل هم أنت. نحن بنروح نشوف بنت أخونا. حبيبة قلبنا هي، مو من العيلة عمتي؟ بلا لك. طيب يلا بخاطركم. الله معك. مع السلامة. يا بيك. Les mains sur la hanche, on avale le nebla batna. ما بنطلع ابدا بالارض. شاس 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 شاس. برافو لين. زنزون بيك. اوكي نبلع بطننا. برافو. شاس شاس شاس. وطير لا بوان، طير لا بوان، طير لا بوان. بدنا نشتغلها شوي اكثر. لاليس برافو البوانت. وين ايدينا على الهانش؟ برافو. نطلع قدامنا. شاس 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 شاس. بنات منركز بليز. لين يو دروات. وين التركيز بنات سيل فو بلي. بيك لي مان سور لانش. نطلع قدامنا. شاس شاس شاس. رح روح جيب زينة من عند تينا وصلها عند اهلي. معك سيارة؟ سيارة إياد ومعي شوفير كمان. يعني ما بعرف شوفك اليوم؟ بس ارجع على الأوتيل بحكيك. إذا قالك جلدتنا أنا وزينب بركي بنعمل شي سوا. أنا مضطرة أبقى مع زينة لأنه إياد يمكن يتأخر ويمكن ما يرجع الليلة كمان. طيب أنا رح دبر جاية يزن لهون هو وأصحاب، وأنتي بس تسيري بالأوتيل دقيقة. وسوري أنا قلت لك حكي كتير قاسي بخصوص سالي. بسيطة بستاهلهم، بس إن شاء الله ما أكون عملت عملة تكون عواقبها وخيمة. أنا بحبك كثير حتى لو ما رح تصدقيني، بس بأكد لك إني بحبك كثير. أنت واحد كذاب. أوعك تقولي لي هالكلمة مرة تانية لو سمحتي جنى. أنا كل شيء إلا كذاب. أنا أصدق رجال ممكن تتعرفي عليه بحياتك. أنا ما بنخاف مني، بتعرفي ليش؟ لأني اللي بحسه بقوله وما بخون، ما بكون حر بعمل اللي بدي إياه. بس لما برتبط ما بخون حتى لو على عطق راسي. برافو بنات، اليوم كثير اشتغلنا منيح. يلا اون في لا ريفيرونس.
كيك ليرانس. ميرسي. برافو بنات. لازم نفوت البس حبيبتي شي شنط يا اختك. اوكي هلا بشوفك. اهلا وسام. بعرف انك مانك طايقتيني وما بدك تشوفيني، بس يا ريت تعرف كمان انه انا مش رايقة ابدا، بحاجة انه يكون لوحدي لحتى اقدر افكر منيح. تفكري بشو؟ فكر فكر وسام، فكر بكل اللي عم بيصير حوالي، بالمشاكل. انا مني رايقة، انت بتعرف كثير منيح انه انا لما اكون مش رايقة بتكتر المشاكل بيناتنا. الوضع بالبيت مش منيح ابدا، الماما والبابا مش منيح، المشاكل مش عم تخلص بالبيت. انا بحاجة اني ابعد عن الكل، اخد مع حالي شوي، تفكر مظبوط، بعدين عم نحكي بكل التفاصيل. طب يعني تروحي لوين؟ يا الله على هالنهار وسام، شرفك فهمني، بدي ارتاح، بدي ارتاح اول شيء من هول السؤالات اللي بتسالني اياه ومن هالضغط اللي بتمارسه علي. القصه ما بدها هالقد. هيدا برايك انت، برايي انا بدي اكثر من هيك كمان. فينا نقعد ونحكي. الله كيف فقدني اعصابي، بليز ما بدي افقد اعصابي، ما بدي المشكل يكبر بيناتنا، ما بدي احكي مع حدا. من هلا لبكره ما بدي لا احكي مع حدا ولا رد على التليفون ولا اشوف حدا، ممكن ولا مش ممكن؟ ايه ممكن. طب نحكي بعدين، هلا لك. ماشي. في اعرف وين رح تكوني؟ ما تخاف، ما تخاف لا مني ولا علي، انا رح اكون بامان ولحالي، منيح هيك؟ طيب بكره بحكيك اي ساعه؟ انا بحكيك. طيب مع انه بعرف لما اثنين بحبوا بعض بجربوا يحلوا المشاكل سوا، مش كل واحد لوحده، بس راح احترم رغبتك واتركك ترتاح وبكره بنحكي. باي تينا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تاكلي يا عمتي، هذا اوتوماتيكي هذا. اها ايه. يا حبيبي شو هذا شو هذا شو هذا؟ اهلا وسهلا. عفوا، نحن اهله للسيد اياد خليل، طلب منا ننتظر هون، في مجال ولا لا؟ تفضلوا اهلا وسهلا. يا ترى بنته زينة وست حلوة جاية معهم من لندن اسمها جنى، موجودين هون ولا لا؟ يا ريت تفضلوا معي على الاستعلامات تنسأل. ايه تفضلوا. هون؟ تفضلوا. لك يلا تعالوا. اهلا وسهلا بالحلوة يا حبيبة قلبي مثل القمر. تحكي عربي؟ ايه اكيد. اسمها زينة. تغديتوا؟ ايه بابا تغدينا. جانا بدي انترنت على الايباد. اكيد حبيبتي، هلا بسأل فادي وينه. فادي مش هون. عن جد؟ وين راح؟ هلا بيرجع. اكيد بيكون مسجل الباسورد شي محل بأوضته. تعي حبيبتي انا وياكي مننبش عليه. وعطوا لي شيء تشغلي لبيلا، خليها مبسوطة شوي، كل ما اجت لهون بيركبها مية تام. هاي سالي. هاي حياتي. طولت لتحكيني ولاو؟ أنا قلت بس شوف صور رح تحكيني دغري قد ما رح تحبهم. شفت شو حلوين بيب؟ شو هدول الصور سالي؟ هولي صورنا أنا وياك بالبيت بالتخت. قلت بتصورهم هيك كل ما اشتاق لك فيه اتفرج عليهم. بعثت لك اياهم، قلت أكيد أنت بتكون مشتاق لي. سالي أنا ماني ولد صغير. قولي لي شو هدول الصور؟ وأصلاً أنت ليش صورتيهم بالأساس؟ مش مهم ليش. انت قل لي امتى راجع، مش رح تطول حياتي مش هيك؟ لا لا انا ماني مطول كثير. سالي اوعك اي حدا يشوف هدول الصور، هي حياتنا الشخصيه وما حدا له علاقه فيها. اوكي اكيد حياتي ولو
وأنا بموت فيك. No way أذيك. بس أكيد منه مع نبيل هالمرة صح؟ شو بك كسابة؟ أكيد لا حبيبتي، راح يجيب شوية غراض وهلأ بيرجع. مع أني نسيت أعطيه مصاري، قلت هلأ بعطيه. يا حوي حبيب أمي، أهلا حبيبي. حبيبي؟ كنا عم نحكي عنك. أكيد بدكم تحكوا عني. عن مين بدكم تحكوا لكين؟ خلي عينك على البنت. زينة حبيبتي، بعمل لك عروس؟ لا ماني جوعانة. لعبي لعبي حبيبتي. فادي حبيبي، أنا نسيت المرة الماضية أعطيك مصاري، هول إلك، المرة الجاي بعطيك غيرهم. أو منك أو من خطيبك، رجل الأعمال. شو هالقلقاب هيدي؟ إنه رجل أعمال ومصرية ولفق راسه. شو قصتك فادي؟ أول مرة بتحكي معي بهالطريقة. إنه ثروة طويلة عريضة مش مسحة يعني. من أول ما تعرفت عليه وأنتوا بتعرفوا إنه معه كتير مصاري، ليش هلأ عم تحكيني بهالموضوع؟ كان عندي حشرية فتش عليها على الإنترنت، جوجلته وعملت له دراسة صغيرة، طلع بيلعب بالملايين لعب. طلع فيي هون، طلع فيي. مين معبي لك براسك؟ أكيد نبيل، ما هيك؟ نبيل؟ جوزك القديم؟ أكيد لا. لكن شو كنت عم تعمل معه؟ شكلهم وكالة الأنباء برا خبروكي كيف بده يرجع لك، طلب إنه أتوسط له. زحطني. يسلموا على المصاري أختي، فيكي تتركيني بدي أرتاح. نقطع الحدود ولسه ما حكيت ولا كلمة. لما خلقته أنت وقت حسينة ما كنا عرفانين إنه أمك ما حاته. لما أجاها الطلب أجت الداعي لتولدها، وفجأة طلعت عمتك شريفة فرحانة وصارت تقلي أبو محمود، أبو محمود هات البشارة، الله رزقك بولد ثالث. ورجعت وبعد شوي سمعت صريخ أمك ورحت وقفت بقفى الباب ودعيت لالله يخلصها بالسلامة وبخلقة تامة، وسمعت صوتك وانت خلقان جديد، وفجأة خلقت أختك زين. بابا إذا بتريد ما بدي أحكي بالموضوع زين. لك ابني، ليش أنت حائد علينا كل هالقد؟ مو نحن اللي قتلنا زينة؟ يا بابا عم قلك إذا بتريد ما بدي أحكي بموضوع زينة، موضوع زينة بيضايقني. هذا غير إنه أنا إجاني بنت وسميتها زينة، يعني موضوع الحكي بالموت والقصص هاي فال ما حلو. ألو؟ اشتقت لك حبيبي، اشتقت لك كتير. وأنا كمان. أنا حكيت مع وسام وقلت له إنه الليلة بدي أبقى لحالي وإنه رح أطفي خطي، وهو قبل خلص مش الحال. كتير منيح،
كثير منيح، معناتها أنا بس أرجع على بيروت بدق لك وبتنطريني. طب وين بدك لاقيك؟ بأي أوتيل حجزت؟ يعني لو ما مضطر أعيش معكم فوق بالضيعة مشان أشتغل وساعدكم، لكنت نمت بالمسرح ليل نهار. إيه بتعملها؟ ما أنت لا مخ ولا مسؤولية، عاملني فنان ومكنفش لي الشعرات. لك شبك بتضلك مستنفر مثل العسكر كمان هون بدنا نتخانق وتعلى صوتك. مش عطونا من الأوتيل شعرات. ما شفت شو عم يحكي؟ إيه خلص ما. إيه. زينة زينة تعال عند ستك شريفة، تعال تقبريني، تعال زينة تعال عند تيتي شريفة، تعال 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 يا حبيبتي على الوش تقبريني، تعال 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 تقبريني، دكتانة انك تعتب، تعال تقبريني ورجيني الوش. اخ مقطبة جوري. اهلا وسهلا. نحن مضطرين نستنى جدي هون ليرجع المساء مشان نطلع كلنا سوا على الضيعة، بس عمتي ونحن حابين نشوف زينة قبل ما ترجع تسافر مع أبوها، يعني إذا ما عندك مانع طبعاً. إياد بيعرف؟ لا تقبريني ما بيعرف، وإنتي لا تقولي له. نحن حبينا نجي نشوف زينة لأنه الدنيا فيها حياة وموت، وبتعرفي ولي على أمتي ولي على أمتي أم محمود ماتت بدون ما تشوفها ولا تشم ريحتها. بقى والله ما بعرف شو بدي إليك، المهم نحن ما بدنا نعمل لها شيء، بس بدنا نشوفها لأنه هي من لحمنا، هي من دمنا، وبس نطلع الضيعة أنتي قولي له وخليكي معنا، نحن ما لحنا نعمل لها شيء. يا حبيبة قلبي يعني أنا شو بدي إليك، شو بدي إليك، والله والله ما لك علي يمين تحلفيني، أنا مربيته لأيام ومربي إخواته الشباب كمان ومربي أخته يلي ماتت زينة حبيبة قلبي، وعلى قد ما كان يحبها على قد ما كان يحبها ما يحبها اليوم سمى بنته زينة على اسم أخته. يا حبيبة قلبي تعال، والله شوف أنت بترد الروح ما شاء الله، بتقبرني بترد الروح. طب تغديتوا؟ لا ما تغدينا، لساتنا على لحم بطننا. لا لا أبدا، إحنا مالنا جوعانين. إيه مالنا جوعانين أبدا أبدا، مو جوعانين. إياد ما قلكن إنه يمكن ينام اليوم بسوريا؟ لا ما قلنا، اتفقنا نلاقيه قدام المشفى الساعة 9، رح يجي هو أبي من سوريا. هون بالأوتيل في مطعم أكله كتير طيب، بعرف إنك جوعانة وعلى لحم بطنك. إيه والله كلنا بعدنا على لحم بطننا كلنا. طيب تفضل. إيه بنتفضل ليش لا، تفضلوا تفضلوا تفضلوا. الشنطة انشتت تقبرني عامر، هاتا هاتا جي يا شو رايحة؟ لا بعد شوي مع أصحابك. إيه؟ لوين رايحين؟ ماما خلص خلص ما بارح أسألك ولا سؤال، أصلاً ما بياخد منك ولا جواب. بتخليني أنا أسألك سؤال؟ أكيد حبيبتي، لأ أنا شي مرة خبيت شي عليك أنت وبيك، بس أنتوا عطول بتتضايقوا فيي قد مني صادقة وصريحة معكم. ليش ما بتخون البابا مثل ما هو بيخونك؟ ليش ما بتعيشي مثل ما هو عايش؟ شو عم تحكي انت؟ ما انا بحبه لبيك. بعدها بتقلي بتحبه؟ يا عمي شو بتحبي فيه؟ شو بتحبي برجال مثل بيي؟ كيف بيعاملك هالمعامله اللي بتقرف؟ شو مستنظره منه؟ انه يرجع؟ اهدي على الكنبيه ليل نهار بتبصري لتشوفي اذا رح يرجع؟ انا عم بقول لك ما رح يرجع. ليش عم تنتحري هيك؟ مره مثلك بتجنن بتاخذ العقل، مليون رجال بيموت عليكي. شو بك حبيبتي؟ ليه معصبة؟ مني معصبة، زعلانة ومعصبة عليك، بس أنا هيك بدي وهيك اخترت، لو كان بدي أعمل شي تاني كنت عملته. بس هو بحب وحدة غيرك، أنا وأنت بنعرف هيدا الشي. ليش ما بتخليه يروح حب المرة اللي بده إياها من دون ما تنكدي له حياته، من دون ما يحس بالذنب كل الوقت؟ هلا أنت خايفة علي ولا على بيك؟ بصراحة خايفة على حالي، الجو بالبيت انتو اتنيناتكم مش منتبهين بس عم بيأثر علي كتير، خايفة على حالي. ماما
وقفت بصير. أنا من أول سنة قبلت بالمعهد وعلى طول كنت أطلع الأول بالتمثيل هيك لحد ما تخرجت. يعني لازم تمتهن التمثيل. شو يمتهن ما يمتهن؟ هذا اللي ناقصنا، مو ناقصنا غير يطلع ممثل. ليش لا؟ الممثل إذا صار نجم بيصير عنده ثروة كبيرة، لكن نجوم سوريا ولبنان ومصر وكل دول العربية اسم الله. هوديك غير قصة، هيدا بده يصير نجم؟ يو، وليش لحتى ما يصير نجم؟ أنا أخي اسمه نجم وابن ابن أخي اسمه نجم، بس نحنا ما بدنا يا يصير نجم. شاب مبين كتير موهوب. لكن لو ما كان موهوب ما كانوا فوتوه على المعهد، بس نحنا ما بيناسبنا يصير ممثل. سعيدة يا جماعة. أهلا وسهلا خيو وسام. كيفك؟ أهلين. مرحبا. كيف صحتك؟ أهلين حبيبي. شاب حلو. مرحبا. شاب معجبك؟ خلص في يحكي معك شو حلو كتير. بالإذن يا جماعة. إذن كون معكم. لك أهلين وسهلين بزنزون. في أطلع أرتاح بأوضتك. شو بك مش على بعضك اللي ماشي؟ كيف ماشي؟ شو سكرت خطة مثل ما قلت لك؟ إيه مجنونة بتعرفيها. لبكرة هلا بتختفي. مش مشكلة، اتركها شوي تفكر وترتاح. طلع ارتاح انت بقوتي شوي وانا بس خلص مع الجماعة بالحاك. شكله راح ما في رز. ما تواخذوني يا جماعة. ولا يهمك حبيبتي، خدي راحتك. يا رب خير. هذا عمي. بس حكيت له انه نحن هون مع جنى وزينة والله بجن علينا، نحن ما بدنا مشاكل. طيب ماشي. ايه عمي منيح منيح ممتاز الحمد لله على السلامة. يعني انو ساعة بتوصلوا؟ طيب طيب ماشي. عمي قبل ما توصلوا على المستشفى بشي نص ساعة حاكيني مشان نوعد ابي لاقيه هنيك ومنه بتكون السيارة ناطرتنا. طيب ماشي ماشي الله معك ماشي. على قطعوا الحدود وصاروا بلبنان. ايه وكل شيء كان تمام ما حدا وقفهم. الحمد لله الحمد لله. الله معك يا ام محمود. الله معك الله معك يا حبيبي. تسلم يا رب الحمد لله. بالاذن. ايه حبيبي. حبيبي انا بعدني هون بسوريا. بعدك بسوريا؟ ايه حبيبي بعدني هون. بتعرفي انت اليوم دفن وعزا وقصص فليك تاخر الوقت. الحقيقه خايف اطلع بالليل، بفكر اجي بكره الصبح احسن. شو صعب ينسى حبيبي.
حياتي. حبيبي والأصعب كمل حياتي يا ريت. مثل الأيام قلبك كسر قلبي، مثل الأيام صعب العمل بي، ما عم اسمع له دقاته ولا بتعني لي حياته. شو بيسوى قلبي والعالم يا عمري يا عمري وانت منك جواته؟ مثل الأيام كنا أنا وانت بقلبك محلي وجوا قلبي انت، وبلحظة وقف الحكي كأنه ملبك مستحي يرجع ويشوف عيونك. يا رايتني يا رايتني كنت بوقتها اختفي. شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. يا زماني شو بعمل باللي جواتي أسرني وحابس أنفاسي؟ شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي يا